كان من المفروض هو يوم عرس للثورة التونسية وللشعب التونسي وللشعوب العربية، لأنه يوم 14 جانفي كان تقريبا يوم سقوط حكم الطاغية بن علي وانطلاق الربيع العربي رسميا في جميع الدول الصديقة والشقيقة، أيضا على مستوى الإقليمي وحتى على مستوى الدولي. وطيلة هذه العشرية كان يوم 14 جانفي هو يوم عطلة رسمية ويوم تظاهر ويوم أيضا لمحاسبة السياسيين، وتقريبا كان الشعب التونسي هناك شبه إجماع على الاحتفال. هناك من يخرج يحتفل بالثورة، وهناك من يخرج أيضا مسموح له يندد أيضا بالثورة، ما نسميهم يعني مجازا جرح الثورة ولكن جرح الانتخابات. يعني كان المشهد طيلة 10 سنوات يعني دائما في فسيفساء، تجد يعني الجميع من اليسار من اليمين من الإسلاميين. تقريبا كان يوم 14 جانفي يوم جامع لكل التونسيين بغض النظر على انتماءات. ولكن ما فاجأنا وما رعنا أن هذه السنة أولا قيس سعيد حذف من أجندة الأعياد الرسمية للدولة التونسية يوم 14 جانفي اللي هو اليوم اللي 13 سنوات كان يوم عطلة ويوم عيد، حذفه من الرائد الرسمي وجعل يوم 17 ديسمبر هو العيد الرسمي تقريبا للثورة. إذن من مثل هذا على مستوى الشكل، اليوم تقريبا هو يوم عمل في تونس وليس يوم عطلة على سابق 10 سنوات. لهذا خير المنظمون التظاهر اليوم أنه يكون على الساعة 2 ظهرا، على عكس السنوات الماضية كان دائما التظاهر يبدأ والاحتفالات تبدأ من الساعة 10 صباحا. هذا كما قلت لك على مستوى الشكل. على مستوى المضمون اليوم قيس سعيد، ودعني لا أقول قيس سعيد لأنه قيس سعيد هو فقط يعني باراشوك لهذا الانقلاب وهو الواجهة الأمامية للانقلاب، يعني استعمل تكنيك جديد واستعمل العنف المفرط واستعمل خلينا نقول القوة الصلبة للدولة التونسية من الأمن ضد الشعب. واليوم رينا يعني ساحة المواطنين عزل في الشوارع، رأينا يعني الاعتداء باللكم وبالرجل، رأينا يعني الضرب بالماء البارد النتن، رأينا جميع أنواع العنف التي لم تمارس على أي معارض للسلطة طيلة 10 سنوات. وهذا جديد ولكنه غير مستغرب. لماذا جديد؟ جديد لأنه هذا التعامل الوحشي والمبالغ فيه جدا من طرف وزارة الداخلية لم يكن معهود ولم يكن منتظر ولكنه متوقع نظرا إلى التسريبات الأخيرة التي وقعت منذ الأيام الأخيرة عن وجود عناصر أمنية مصرية داخل قصر قرطاج. هذا كان ينبئ الجميع أنه يوم 14 جانفي لن يكون كسابقيه، وقد نشاهد في قادم الأيام موجة من العنف، وكأنه يعني يراد استنساخ التجربة الأمنية السيئة التعيسة القذرة التي وقعت في مصر، يراد لها أن يقع استنساخها ولكن أيضا بعناصر أمنية تحت إشراف مصري داخل قصر قرطاج، وهذا المخطر جدا جدا في تونس اليوم. أنت تشير هنا إلى تقرير ميدل إيست آي الموقع البريطاني الذي يكشف أنه المخابرات المصرية ليس فقط ميدل إيست آي، ميدل إيست آي أتت لتؤكد، لأنه سبقتها العربي 21 وسبقتها قبل أسابيع تسريبات على المخابرات المصرية التي نشرها ويكيليكس عربي أعتقد نشرها، ونشر مجموعة من الوثائق السرية التي تم تسريبها من داخل المخابرات المصرية، يعني على محادثات تجمع أطراف تونسية بأطراف إماراتية بأطراف يعني خليجية خلينا نقوله في للتحضير للانقلاب. وهناك وثيقة أخرى تم تسريبها أيضا في ويكليكس عربي تتحدث عن التنسيق أيضا الأمني وكيف سيتم الانقلاب. ولا ننسى أيضا أنه بعد الانقلاب مباشرة هناك تقارير أمريكية ومنها الواشنطن بوست تحدثت على أنه السفير الأمريكي السابق تم طلب من قيس سعيد صراحة وبصفة مباشرة خروج بعض الضباط الإماراتيين والمصريين الموجودين في ثكنة العوينة. هذه تقارير يعني خرجت بعد الانقلاب.
ثم تم تأكيدها من خلال بعض التسريبات. ولكن الجديد اليوم ما نشرته ميدل إيست آي أنه بالأسماء، يعني ميدل إيست آي يعني سمت وأعطت رتبة الضابط المصري الموجود في تونس في قصر قرطاج والمشرف حاليا على التعاطي الأمني مع المتظاهرين، وخصوصا وكل إليه ملف يعني الأمني لحركة النهضة والعناصر يعني الأهم الأسماء البارزة في الساحة السياسية التونسية المناهضة للانقلاب. إذن اليوم نتحدث، وهذا الغريب جدا، وأعتقد أنه لن يمر مرور الكرام لدى البعد الاستراتيجي لتونس، وتحدث خصيصا هنا على المغرب العربي، لا ننسى وجود أمني وعسكري مصري من ضباط داخل تونس، هذا يمس مباشرة من الأمن الجزائري والأمن الليبي أيضا.